مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في جولة السادسة. تقدم لنا الأخبار الاقتصادية شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا لكما إيمان وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ووفدا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة من مجلس النواب الياباني. يأتي ذلك في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس. شاركت مصر بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك والمنعقد تحت شعار تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات. وألقت وزيرة التخطيط هالة السعيد كلمة مصر في افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى، حيث أوضحت خلالها أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات، مضيفة أن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على منصاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الإنفوغرافات حول خطوات دعم الصناعات الإلكترونية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير. صناعة الهواتف المحمولة نمو كبير يخرج من رحم توصيات المؤتمر الاقتصادي. في أكتوبر 2022 خرج المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر بحضور 1200 من المستثمرين والخبراء ورجال الأعمال وغيرهم ب 125 توصية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، على أن يتم تحويل تلك التوصيات إلى تشريعات وقرارات، وهو ما تحقق بالفعل في مجال صناعة الهواتف المحمولة. فبينما نص البند رقم 11 من توصيات المؤتمر الاقتصادي على تبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير، جاء إقرار الدولة في مارس الماضي لإعفاء الشركات المصنعة للهواتف المحمولة وملحقاتها من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لتصل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض مكونات إنتاج الهاتف المحمول إلى 0% تقريباً، وهو الأمر الذي يؤكد الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر في الوقت نفسه، خاصة في ظل الشراكات الكبرى التي عقدتها مصر خلال الفترة الماضية مع كبرى الشركات العالمية لدخول عصر تصنيع الهاتف المحمول وتصديره من مصر، وذلك بشرط ألا يقل المكون المحلي عن 40% من إجمالي مكونات المنتج، وهي الإجراءات التي لفتت نظر الإعلام الصيني ومجتمع الأعمال في بكين أيضاً، خاصة بعد أن أشارت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إلى أن مصر تمتلك فرصة رائدة لأن تكون سوقاً بديلاً لأسواق أسيوية كبرى أمام الشركات الصينية لتحقق المزيد من الإيرادات وتشغيل المشروعات، وهو ما يرسم صورة أكثر وضوحاً لنظرة العالم لما يجري على أرض مصر من تنمية تسير وفق خطوات لافتة. في أسواق المال الخليجية، أغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة 0.5% مدعوما بارتفاع أسعار النفط ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي. وأغلق المؤشر السعودي مستقرا بعدما سجل أعلى مستوى في 8 أشهر الأسبوع المنقضي. وارتفعت أسعار النفط وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج بنحو 2% في آخر تداولاتها لتسجل مكاسبا للأسبوع الرابع على التوالي.
ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة كهرباء فرنسا تتوقع ارتفاعا تدريجيا في الإنتاج النووي بعد تراجعه العام الماضي بسبب الانقطاعات المطولة في الكهرباء الناجمة عن الضغط في بعض المصانع. وأكدت الشركة الفرنسية أن إنتاجها من الطاقة النووية يمكن أن يرتفع مرة أخرى إلى 350 تيراوات ساعة بحلول عام 2025. هذا وتخطط فرنسا لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تصل إلى 50 مليار يورو. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم إيمان وفاطمة. شكرا شروق عماد على هذه الوقفة الاقتصادية.